مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده مميزه خاصه بحضراتكم وبالمقرمشات اللي طلبتوها مننا. ان شاء الله هنعمل النهارده مقرمشات لطيفه جدا بنجيبها كلنا من المقله، ولكن اصبحت دلوقتي يعني ايه بتبقى غاليه علينا شويه، وانا شايفه انها سهله وبسيطه ونقدر نعملها في البيت. خلينا نقول بسم الله ونبدا اول وصفه معانا. عايزين نعمل السوداني المكرمل. الولاد بيحبوا طعم السكر، ففي نوعين من السوداني بيتباع. المكرمل ده ما بيتباعش يعني في الاسواق او في المقله، لكن في منه في الاماكن السوري محلات السوري. احنا بقى هنعمل المكرمل اللي هو فيه نسبه سكر، وبيتباع بره كمان السوداني اللي بالشوكولاته متغلف بالشوكولاته، وده مفيد جدا. طبعا السوداني يعني كنوع من انواع المقرمشات هو مغذي جدا ومفيد جدا للولاد. تعالوا بقى كده نقول بسم الله ونبدا الوصفه. وصفه بسيطه وسهله جدا. عندي نص كيلو من الفول السوداني انا جايباني ولكن بقشره، خلاص. وعندي كوباية سكر وعندي كوباية مية ورشة فانيليا ورشة قرفة حسب الرغبة. إذا أنتوا حابين تطعموه ماشي، مش حابين إلغوا القرفة خالص وكأنها مش موجودة. طيب أول خطوة لازم أعملها عشان تساعدني في أن السوداني يطلع معايا جميل، أن أنا أديله تحميصة كده وأسخنه، عشان التسخينة دي هي اللي بتخليه يعمل إيه، يتقبل معايا السوائل والإيه وأي حاجة تانية هحطها. فأنا هعمل كده، هفرشه كده في الصاج واسمحوا لي هدخله الفرن. حراره عندي 180 متوسطه، هحطه هنا وايه ونهدي كده علشان يا دوب يسخن ويدفى، يعني عايزاه يدفى. بصوا عايزاه يبقى دافي كده وجميل. تمام بسم الله. وتعالوا بقى نروح هنا. ايه يا نودي قولي لي؟ بصوا بقى احنا طبعا السوداني خلاص بسيبه يدفى شويه، هديله وقته. السوداني ده من الحاجات الجميله جدا، كويسه قوي للانيميا، كويسه جدا لامراض القلب، مهم جدا انه بيخفض نسبه الكوليسترول الضار، بيمنع الجلطات، غني جدا بالمغنيسيوم وبالنحاس. عايزه اقول لكم يعني بيقلل من خطر الاصابه بالسمنه، لكن بناخده بالمعقول يعني بنسبه كويسه. عايزه اقول لكم كمان مفيد جدا لحصوات المراره، مفيد جدا، غني جدا بالالياف. الفول السوداني ده فيه نسبه الياف كويسه جدا، بيحسن من صحه الجهاز الهضمي بشكل كويس، ومفيد جدا للناس كبار السن لان هم بيقي الحمد لله يعني على الاستمرار بنسب كويسه من سرطانات المعده والعياذ بالله. طيب تعالوا بقى كده نبدا في الوصفه نفسها. قبل ما ابدا عشان انا محتاجه بس اسخن ده معايا وياخد وقته في السوى، بما اني هعمل الذره المقرمشه، الذره المقرمشه دي ليها محبيها. انا هستخدم النهارده الذره بتاعت الفشار، ذره الفشار المفروض بتتنقع وبعدين بغليها اديها نص سلقه. فانا جهزت ميه، هحط في الميه دي ممكن رشه ملح بسيطه قوي كده، وهنزل الذرة. انتوا انقعوها، انا يمكن عندي الوقت شويه يعني، فايه مش عايزاها تاخد وقت طويل، وهبدا اقلبها كده وهسيبها هنا الذرة تاخد تسويه كده، تتسلق نص سلقه عشان ابدا اعمل فيها الايه الخطوه الثانيه واحنا شغالين. يلا بينا بقى نبدا في وصفه السوداني بالكراميل. ايه يا نودي؟ يا بسم الله. طب ما انا هحط بقى التاني معايا. بصوا بقى عشان انا بما اني كمان هعمل المملح، بما ان احنا هنعمل مملح برضو هنحط برضو السوداني في الصاج في الفرن مع بعض عشان يطلعوا ايه يبقوا جاهزين. هحطه هنا عشان يلحق يسخن هو كمان ونشتغل عليه. خليني اشوف هنا كده سخن، بدأ يسخن اهو. يلا بينا يلا هنبدأ في المكرمل بقى. هنقلب بس ده تقليبة حلوة كده. أنا أول ما يسخن السوداني ده هاخده وهو سخن، نحطه ونحط معاه السكر في نسبة مية. احنا حطينا في المكرمل فيه كوباية مية، هاخد كده كوباية مية. بسم الله الرحمن الرحيم، وهوريكم الدنيا هتبقى ماشية ازاي. بصوا كده هنحط السكر والميه على النار. اول حاجه بسم الله، خليني ايه اخد ويسك كده جميل ده. بسم الله بسم الله، ناخد كوبايه ميه، كوبايه السكر،
ونبدأ نقلب. خليني أقلب سباتولا عشان ما أزعجش حضراتكم. ممكن بقى وأنا هنا بحط، بصوا التاتش القرفة الخفيف ده، أشعرها. بصوا في رشة فانيليا جميلة، نقطة تدي طعم جميل مع السكر ده. وهوريكم بقى هيحصل معاه ايه، نديله وقته عشان الحاجات دي بتاخد شويه وقت صغيرين. ما انا هديته حبيبتي، هديته، هاخد السوداني هو سخن بالفعل، هضيفه دلوقتي وهشتغل في المكرمل وقبل ما يسخن الايه المملح، وادفي برضو مكان الحله اللي هناك عشان تبدا تسخن معايا اقدر اشتغل فيها. الميه والسكر دول لازم يسخنوا، بصوا عشان لما اجي احط السوداني يدوبوا تماما. بصوا كده معايا مفيش هنا ولا نقطه سكر من بلورات، السكر موجوده خالص اهي خالص. مهم قوي الموضوع ده. السوداني المكرمل ده مش هتلاقوه في المقله، لكن خليني ارفع ده لفوق شويه ولا خليه هنا كده. هاخد بقى ده سخن، لازم يبقى سخن، وهنضيفه هنا ونعلي بقى النار كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجات بسيطة في البيت بس والله نتيجتها تحفة. وهنبدأ نقلب، هيبدأ يتشرب بقى من المية اللي بالسكر اللي احنا حطيناها وشوية الفانيليا دي. وطبعا السوداني عارفين زي حلاوة المولد، لازم أدفي النوع المحمصات أو المكسرات، أدعم الزيوت اللي فيها وابدا احفزها انها تستقبل اي حاجه هتضاف عليها فتتقبلها. هعمل لكم ان شاء الله حلقه مميزه جدا بعدين، مش هقول لكم عن ايه، لكن عن اصناف في المقرمشات غاليه جدا في النطس، خصوصا اللوز بشكل جميل، وبتتعمل باشكال كتيره جدا بالشوكولاته، بتتغلف وبحاجات حلوه ان شاء الله نعملها مع بعض. هنا انا حاطه الذره، خليني اعلي بس هنا النار عليها عشان تبدأ تنفش شوية وتتسلق كويس. وبصوا هنا شغالة على السوداني اهو، احلى حاجة فيه انه بيبقى بقشره كده وهو ني، انا شارياه مش محمص، شارياه ني بالقش. وبعدين ابدأ انا احمصه حاجة بسيطة، مش بسيبه لما يتحمص تماما، يعني ما يوصلش للمرحلة اللي هو نقدر نقشره، لا عايزة القشرة تبقى متماسكة عليه خلاص. وبعدين هبدأ نغلي بقى الحاجات الحلوة دي لحد ما يبدا يتشرب الميه دي كلها. خليني بقى اخلي النار دبل، ايوه. وبعدين ايه، وهجهز هنا الحله برضو، هبدا في المملح مع حضراتكم. سخن هنا برضو كده، وهنا الذره بت ايه، طبعا دي بارقام شويه بقت عاليه، حتى المقرمشات بقت غاليه شويه، سواء سوداني او انواع منه يعني، أو الدورة المقرمشة وبيعملوا منها علب كده صغيرة، أو أنتوا لو هتجيبوا من المقلة فبتطلبوا تمن أو ربع أو على حسب، بس طبعا يعني لو إحنا أسرة كبيرة مش هتكفينا، فأنا أحسن لي أجيب لي كيلو سوداني وأعمل منه اللي أنا عايزاه، أطلع لي منه ثلاث أربع أصناف حلوة وأعمل لي منه شوية بالشوكولاتة. بس اللي بالشوكولاتة لازم يبقى كده، يبقى من غير قش، يعني متحمص ومن غير قش، عشان يبقى خلاص ناخد الطعم الجميل فيه أهو. بصوا بقى بدأ ينزل لون المية، أولا فيها فانيليا وفيها بدأ لون السوداني كمان، بدأ ينزل بقى كل الحاجات الحلوة اللي فيه. هنبدأ نسيبه كده لحد ما المية دي تتشرب تماما، تغلي وتتشرب. ونشوف بقى الناحية التانية هنا، هجهز برضو بولة أحط فيها شوية مية وأحط فيها الملح كده، وهدوب فيها شوية ملح عشان أجهز السوداني المملح. هنا الأول المكرمل اللي احنا حطينا له قد إيه؟ حطينا له نص كيلو من الفول أو ربع كيلو على حسب. أنا لو النص كيلو هنحط له كوباية سكر وكوباية مية وفانيليا وممكن رشة قرفة حسب الرغبة. دوبت المية بالسكر الأول على النار وحطيت رشة الفانيليا ورشة القرفة، وبعدين بدأت إيه أحمص شوية أو أسخن السوداني بتاعي اللي هو الني اللي ليه قشرة في الفرن لما سخن، لكن ما سبتوش لما تتفصل القشرة عنه يسخن بس، وبعدين جبته أحطه هنا لأن أنا محتاجة القشرة بتاعته. طيب هنا بالنسبة بقى للذرة، خليني أبص على السوداني ده سخن ولا لأ. بسم الله سخن وبقى تمام أهو ما شاء الله. أدي السوداني اللي احنا هنستخدمه للمملح، السوداني مملح عايز ملح وميه بس. شوفوا حاجات بسيطه وسهله ولكن
احنا بنشتريها بتبقى غالية والولاد بيحبوا، واي فيلم في الدنيا عايزين نشوفه في مناسبة جميلة او في ويك اند او الولاد يعني يطلعوا من المود المذاكرة ويفصلوا شوية بيبقوا محتاجين حاجات تسليهم ويا ريتها تبقى حاجات مفيدة، فده بيبقى جميل جدا. طيب هنا انا حطيت الذرة اللي هي ذرة الفشار، بصوا كده عشان نعمل الذرة المقرمشة لازم تغلي وتنفش معايا كده هنا، وهنا بسخن الحلة عشان أحط فيها هنا السوداني وعليه المية والملح. هدوب بقى الملح اللي احنا عايزينه، ننزل مقادير. طيب السوداني المملح، السوداني المملح هحط له مثلا معلقتين من الملح الكبار، يعني 4 معالق ملح من الصغير أهو، وفي ناس بتحط لها رشة دقيق. ماشي، ممكن نحط رشة الدقيق دي عادي جدا لو انتوا حابين، لو مش حابين براحتكم. الدقيق بيديله كده كوتنج او غلاف من بره يديله الشكل الابيض قوي ده اللي هو الملح، تلاقوه ايه عامل زي الملح الصخري. ها اهو المقادير معانا على الشاشه زي الملح الصخري فوق الايه، فوق السوداني نفسه. بصوا كده هندوب هنا، وتعالوا بقى ننزل السوداني القمر اللي احنا جبناه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، في الحله هنا. اوكي اهو، بصوا هنا السوداني بدأ يعمل ايه، بصوا بدأت الميه تقل، كل ده السوداني بيتشرب من الصوص ده. بصوا بدأ يتقل ازاي لحد ما يسكر، يسكر يعني عارفين لما نيجي نعمل شويه شربات ويسكروا مننا، هو ده. هنوصل لبعد مرحله التسكير كمان اللي هي بعد ما يعمل بلورات السكر ترجع تاني تتكون خلاص. كنت بسأل يعني بنسأل بنشوف بيتباع ولا لا في المقلى وكده، بعض المقالي الكبيره يعني ما عدا الاماكن السوريه اللي بتبيع منوعات كتيره، فبيبقى منهم ساعات السوداني المكرمل ده بس مش بيبقى في كل الاماكن يعني. فالناس قالوا لنا بيبقى شكله ايه المكرمل ده في المصريين هنا حبايبنا، فقلت لهم بيبقى عامل كده، كنا عاملين النسخه ويعني قبل كده الحقيقه، فكنت موريها لهم عاملاها في البيت لينا يعني، فقلت له بيبقى شكله كده، قال لا ده مش بيتباع عندنا احنا، فبيتباع بس المملح. بصوا هنبدا بقى كده تاتش من الميه اللي بملح، رش عليه كده اهو، وهقلب رش علشان المية وعشان يبدأ كل ما يبدأ يتشرب اخد من المية. لحد ما تنشف المية وبعدين ازود تاني يبدأ يتشربها والملح ده ينشف ويعمل طبقة ملح عليه. بصوا هنا الكراميل بدأ أهو يتقل تماما وبدأ خلاص الصوص، شايفين أهو أنا مع حضراتكم شايفين بقى عامل إزاي، أهي أيادي الخطوات شايفين بقى بدأ يتشرب خالص. كل ده هو ليه غلاف، أنتوا تحسوه كأنه ملوش قشرة صح؟ مش أنتوا حاسينه كأنه متقشر؟ أه أنا لأ، هو بالقشرة لسه. وهنا اهو بصوا بدا يدي طبقه ملح، هديله تاني بسم الله، وهبدا اعمل كده علشان يتشرب الايه الميه والملح. اللي بالشوكولاته بقى بنفضل ندوره كده في البوله، بنسيح له شوكولاته ونفضل نعمله كده في البوله زي كانه، لان هو بره ليه جهاز كده بيلف حتى في المصانع اللي بتعمل المقرمشات دي،
وعلى فكره بيبيعوه غالي جدا، حط كده في كفرز وبرطمانات ازاز شكلها شيك قوي، حبه صغيرين كده يطلعوا مثلا 125 جرام وفي منهم 200 جرام. بس عايزه اقول لكم بيتباعوا بالرقم سواء اللوز المتغلف او السوداني المتغلف بالشوكولاته، بس الاغلى بيبقى اللوز، يعني انواع النص الغاليه. بصوا بقى بدا، شايفين الطريقه؟ شايفين بقى يعمل عليه طبقه ملح ازاي اهي؟ ماشي، روح قلبي اهو لحد ما تنشف الميه. تمام، بصوا الملح ده ينشف كمان، طري لسه اهو، ينشف ويحجر، يبقى عامل زي الحجر. ايه اللي في النص؟ ده ما انا بقلبه كده، شايفين؟ وبعدين هو بيستوعب على قد ما بيقدر والباقي بيسيبه. بصوا تعالوا بقى نبص هنا بص اخيره عشان انا هطلع، هيبدا ده تبقوا شفتوا اخر مرحله. بصوا بدا يعمل ايه، هفضل اضغط عليه كده لحد ما يوصل لمرحله انه يسكر، يرجع تاني سكر حبيبات ويبدا يسيح، يعمل بقى كفر فوقه على السوداني ده بشكل رائع. وهنا مش هسيب دي برضو، هفضل كده اهي، شايفين ازاي؟ اهي ادي السوداني المملح في 5 ثواني. وفي ناس تحب تدخله الفرن، انا بس عشان بحس انه اسرع بالنسبه لي ان انا اتحكم فيه، بدل ما اقعد اطلعه من الفرن وادخله الفرن واطلعه الفرن وادخله الفرن، بحس انه اسرع. اهو بصوا بقى، بصوا المرحله دي، بحس انه اسهل ان احنا نعمله بايدينا كده على البوتاجاز اسرع. خليني بقى للنار هنا، خلاص الحمد لله انجزت المهمه. بسم الله، اهي اهي، بصوا بصوا بقى هنا، يلا بينا. شفتوا بدا يعمل ازاي اهو؟ ولازم اجهز صاج سخنين بس، ماشي اوكي، وهشيل دول بقى خلاص. هجهز صاج، بصوا يلا بينا. الصاج ده تسلموا لي يا حبايب قلبي، بصوا بدا يسيح ازاي، شوفوا مش هي كرملت وعملت غلاف، اللي هو السكر رجعت حبيباته تاني تغلف السودانيه، رجعت تسيح تاني. هروح بقى بعد كده مجهزه صاج عليه ورق زبده مدهون او صاج مدهون او ورقه سيليكون، وهاخد كده صاج ولازم افردها عليه عشان اعرف افرفطه ما يلزقش في بعضه اهو. حلو الكلام، كلام جميل يا قمر، زي بوجي وتامت. بصوا كده، الله الله ما شاء الله، بصوا الكلام، فرفط كده ما سيبهمش يلزقوا في بعض عشان ما يتعبونيش وانا بفرفطهم. خلاص اهم، شايفين الجمال؟ شويه سوداني لوز، والله احلى من اللوز. حاضر، بس استنوني اعمل ده عشان نبقى خلصنا دول. بصوا كده عشان نبقى ايه قدمناه بالمره، يبقى احنا كده عملنا السوداني المملح والمكرمل مع بعض بطريقه سهله. شايفين القمر؟ بصوا الجمال، الله الله، ادكوا فيه كده على طول، كده احلى من الفرن. انا ما اعرفش، بحس ان انا بتحكم في الحاجه اكتر تحت ايدي. الفرن لو احنا ما عندناش وقت، يعني بنعمل حاجه على البوتاجاز وحاجه في الفرن، مفيش مشكله. بصوا كده، اختراع روعه، والولاد يتبسطوا بيه، ولسه بقى لما نعمله بالشوكولاته هتتبسطوا اكتر. هيتغلف بقى بالشوكولاته زي اللي بنشتريه من بره، بيبقى مش عارفه الربع كيلو ب80، انا مش فاكره والله، انا بنتي بتحبه فجيت مره اجيبه جاهز لقيته بيقول لي كده، قلت له طب خلاص تمام، وايه وعملته في البيت الصراحه اهو. يعني جبت لها شويه كده على قدها تنقنق فيهم، وبعدين عملناه في البيت. بصوا بقى خلاص، هرفع من على النار، يلا بينا. بصوا بقى اهو، شايفين؟ لما بيبرد بقى بيبقى روعه، شايفين؟ يبقى ازي المملح، معلش نظره اخيره بعد اذنكم، نظره يا اهل الخير نظره جميله، ادي المكرمل وادي المملح. بصوا اتكل على طول،
ما شاء الله ما شاء الله. نستسمح حضراتكم بقى في استراحة بسيطة ونرجع إن شاء الله نكمل باقي وصفاتنا في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. بصوا سامعين الصوت، الله على الجمال. ممكن ندوق واحدة؟ بسم الله. ايه الحلاوة دي؟ ما شاء الله. مش عارفة اقول ايه. احطه لكم فين يا ماما؟ احطه لكم هنا ولا في طبق كبير؟ احطه لكم هنا. خلوني الصغير ده للدورة المقرمشة. بس عشان هو سخن. واو ما شاء الله. بصوا الجمال. على فكره في ناس بتحب تعمله باللي هو متقشر، بس دي ترجع لحضراتكم يعني زي ما انتوا تحبوا. بصوا كده انا سايبه الدره المفروض تنفش اكتر من كده. يا سلام، تسلم الايادي. ما شاء الله. يلا بينا نقدم بقى المكرمل القمر ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قدام المملح القمر ده، وادي المملح اللي احنا عملناه. يلا بينا دلوقتي بقى هنبدا في السوداني اللي عايزين نعمله السوري عقبال ما ده ياخد وقته على النار وينفش بشكل كويس عشان يطلع معانا مقرمشات حلوه. على فكره المهم انكم تنقعوه. الدوره دي لازم تتنقع شويه من بالليل للصبح او 4 ساعات على الاقل عشان تدي نتيجه حلوه. تسلم ايديكم على استعراض الحاجه يا جماعه، شكرا ليكم. بصوا بقى هنعمل عجينه حلوه كده بتتعمل بدي الدوره، ونعمل فيها شويه سوداني محمص بس ايه من غير قشر، بيتغلف كده. دلوقتي في حاجات جميله قوي بتتباع. فاكرين لما جبنا قبل كده توابل البطاطس وحطينا نكهات بتاعه البطاطس والشيبسي وكده؟ النكهات دي هي اللي ممكن نستخدمها في الوصفه دي. حطوا بقى نكهات بالجبنه، حطوا بالكاتشب، حطوا بالشطه والليمون، حطوا بالنكهه اللي تعجبكم، لانه ده بيتباع في منكهات كتيره جدا جدا. تعالوا كده نقول المقادير بتاعتنا. اللي عايز يعمله سبايسي يعمله براحه حضراتكم خالص. وهجيب كده بوله، بسم الله، احط فيها. هنبدا نقول مقاديرنا اللي هي عباره عن عندي فول سوداني محمص ومتقشر، وعندي كوبايه دقيق ذره، وعندي من البابريكا كميه زي ما حضراتكم تحبوا يعني الكميه اللي تريحكم، عندي كمان ملح، وعندي ميه، وعندي زيت للقلي. انا طبعا ممكن اجهز كده ايه طاسه صغيره عشان، او حله صغنونه لو في ممكن دي. ماشي حبيبي، هاخد كده. طيب يا روح قلبي تسلم ايديكم. انتوا حاطينها لي هنا؟ ماشي حبيبي. بسم الله. اهي احطها هنا تسخن شويه وتعالوا بينا. دي وصفه سريعه وجميله. طيب ناخد ايه؟ ناخد جلافز كده عشان انا هستسمحكم اعجنها بالايد. هحط شويه دقيق ذره وعليهم المنكهات دي. اللي عايز يحط توم باودر، بصل باودر، براحتكم. رشه الملح. هنقلب. هنعجن بشويه ميه عاديه خالص. خلاص. لو احتجت زي ذره هزود شويه شويه. سهلة وبسيطة بتتعمل في ثواني. لازم الأول أشربه كويس عشان ما تغرش في كمية المية. بسم الله. ده بقى لطيف جداً. دي الذرة كمان من الحاجات المفيدة.
بصوا عايزه اقول لكم دي الذره ده بيبقى خالي اصلا من الجلوتين، الناس اللي بيبقى عندها مشاكل مع الجلوتين، فالناس اللي عندها حساسية الجلوتين ممكن تستخدم عادي جدا الدقيق الذرة بشكل آمن. هو ده اللي بنعمل منه كيكة الذرة، وممكن يعني نعمل منه كذا وصفة حلوة ويبقى بديل رئيسي لبديل دي القمح عادي. خليني كده عايزه اقول لكم كمان دي الذرة ده من الحاجات اللي يعني بيقال دايما انها بتقلل من الامراض المزمنه، الاصابه بالامراض المزمنه. بصوا كده مهم جدا ان هو داعم لصحه الجهاز الهضمي، بيعزز صحه العين بشكل برضو كويس كده. بصوا كده تبقى عجينه كده. هاخد السودانية، مش عايزة يعني ايه تبقى تخينة قوي عليها، انتوا بقى عايزينها تخينة رفيعة يا دوب تبقى غلاف كده اهي. الشكل ده نعمل بقى كام واحدة كده، وهو عشان تحسوا تستمتعوا بال هي الفكره في العجينه دي ان هي تدي تيست كده وطعم. عايزه بقى بعد ما تخرج من التحمير تروحوا عاملين ايه؟ تروحوا مدينها شويه منكهات من اللي انا قلت لحضراتكم عليه، اللي هي طبعا شويه العجينه دول الكوبايه دي تعمل كميه ما شاء الله يعني ايه لا باس بيها، مرضيه يعني. انا بشوف شكلها. في بقى طعم الكاتشب والجبنه، احنا حاطين هنا الكاتشب علشان الكاتشب ايه دي لون المحمر الحلو اللي حضراتكم شايفينه ناطق ده، بما اننا في قناه الاهلي فاحنا بنشجع كل ما هو احمر، اللون الاحمر ده السائد عندنا. بصوا كده، اولا اسمحوا لي اشكر كل اصدقائنا اللي بداوا يسالوني عن متابعتهم ليا في قناه الاهلي، شكرا لحضراتكم شكرا جزيلا. كل ما كانوش عارفين انا في الاهلي وعرفوا وبداوا يبعتوا لي على الخاص او على الماسنجر انه ان هم بيتابعوا وانه كانوا عايزين وقت البرنامج من كام لكام، فانا باكد تاني على كل اصدقائنا ان احنا يوميا من السبت للاربع من الساعه 1 للساعه 2:30، وان شاء الله اي طلب حضراتكم تطلبوه يعني يتحقق باذن الله من خلال الحلقات بتاعتنا. بصوا كده، حاضر يا نور عيني، حاضر هعمل كده بالفعل. يا سلام ياه، لا والله عشان مخرجنا حد جميل يعني. بصوا كده، بصوا اهي شايفين يا امامير حلوين انتوا. حاضر، ما انا لازم يسخن شويه الزيت يا لوزه يا لوزه، لو الزيت مش سخن هيفك، فاحنا عايزين بس ايه. حبايب قلبي حبايبي اشكركم طبعا يا روحي. طبعا المفروض العجينه دي ما اشتغلش فيها على طول، ترتاح على الاقل ربع ساعه، ربع ساعه عشان تبقى يعني مع حضراتكم مريحه كده في الشغل. خلاص انا بقى دلوقتي عايزه بالظبط ايه ابص على الدوره كمان، نبص على الدوره كده، كان لازم تتنقع شويه بس مش شغل، هي مش هتبقى نافشه قوي بالطريقه اللي احنا طلعناها في النسخه لان هي لازم تتنقع الاول اهو كده. طيب ما انا عايزه اجرب واحده، بسم الله، لسه ممكن نزود النار شويه، بسم الله. بصوا كده اهي، تعالوا كده نبص. بدات شكشك، صح يا نودي، شطورة يا نودي. بقى نكمل شويه، احنا طبعا بنعمل الكميه كلها بنروح منزلينها مره واحده في الايه، ونطلع بقى نستسمح حضراتكم في بريك لحد ما انا اعمل شويه كده حلوين ونقدمهم معانا وتشوفوا شكلهم عامل ازاي ونحط عليهم شويه منكهات لطيفه. فانتظر حضراتكم بعد الاستراحه. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. بصوا بقى انا غلفتها وجبت المنكهات اهي، فاكرينها اهي بتاعه
الشيبسي اللي احنا ايه بنستخدمها للشيبسي وكده، هتديله بقى اللون ده اول ما يطلع من الزيت. بسيطه وسهله وجميله، واهم حاجه ما تعملوش العجينه كتير عشان تطلع مقرمشه وحلوه. انا بس عملت كام واحده كده، احنا عاملين الحمد لله شويه حلوين يعني. شوفوا العجينه دي بتعمل شويه حلوين قوي. خلاص و نعمل ايه بقى كده عشان تطلع، مش عايزه ازقها بحاجه، تتفرفط كده في الزيت وتبقى جميله. خلاص تحمر بقى بشكل حلو، بعدين نطلعها نديها لايه على طول وهي سخنه المنكهات الجميله دي عشان تتشربها وتاخد الطعم بتاعها. خلاص كده. طيب ممكن اخد دي بس ازق بحاجه ناعمه كده، بس اهو شايفين ازاي، اهو ادي المقرمشات الجميله اهي، شايفين روعه. حاجه بسيطه وسهله وبتتعمل باقل المكونات واقل الامكانيات. طيب هاخد كده بقوله وممكن ابدا اشوف الدوره دي اخبارها ايه. طبعا الدوره لا لازم تستوي طبعا وتنفش جدا جدا جدا، فانا هعملها كده على وضعها عشان الوقت، لكن حضراتكم تدوها وقتها. بصوا الجمال اهو، الدوره الصفرة دي او الدوره الشاميه دي، دي نوع من النباتات على فكرة. بصوا عايزة أقول لكم دي تعد أصلا من ثالث أهم المحاصيل في العالم بعد القمح والرز، الذرة. جنوبها جنوب المكسيك هو الأساس بتاعها. بصوا بصوا عايزة أقول لكم بيستخدموها كمان بره كمصدر للدقيق، كأن هي دي الدقيق يعني. المنكهات بقى اللي تريحكم أهو. ومن اهم المحاصيل اللي موجوده على فكره في الولايات المتحده هي دي. بصوا هجمع بقى كام واحده كده في المنكه ده، تعالوا بقى نحطهم هنا، نوعوا بقى باللي انتوا عايزينه. هما دول كبار شويه، بصوا بقى الاحجام دي ترجع لحضرتكم. روعه. وبعدين بسخن برضو انا زيت لان انا محتاجاه عشان انا هعمل الذره. فهعمل ايه بقى، نضف بس الجزء ده هنصفيه. اهم حاجه الذره اعملوها منقوعه على الاقل بليله قبل، وبعدين خدوها اغلوها هتنفش معاك وتبقى شكلها جميل، لان هي كده واخده هتاخد معانا وقت اطول، وانا طبعا عايزه الحق اوري حضراتكم الشكل العام للوصفه دي ازاي. هناخد كده، وخليني اخد حاجه اصفي بيها زي هنا زي دي، وننزل مقاديرها يا ندى، مقادير الذره المقرمشه. معانا بقى الذره دي المسلوقه، ونص كوبايه من النشا، ونص كوبايه من الدقيق، وبابريكا وكمون والسبع بهارات لو حابين، والكركم ده مهم جدا، وملح وفلفل اسود، وطبعا الزيت اللي هنقلي فيه. انا باخدها كده، مفترض ان انا ننزلها في ميه ساقعه، بصوا كده عشان اوقف بس التسويه، ليه المفروض تبرد براحتها اهو. ايوه في مصفه كبيره عندي يا ولاد عشان اسقعها، بس حطيتها في ميه ساقعه عشان كده، شايفين كده اهو تمام كده. وبعدين هنبدأ نغلف عليها، نحط بقى المكونات بتاعتنا الحلوة دي ونشوف هنعملها ازاي. اهي شوية كده حلوين، وتعالوا بقى ناخد بولة تانية هنحط فيها المكونات بتاعتنا، الدقيق والنشا مهمين قوي اهو، وعندي كمان الكركم والكمون والبابريكا والسبع بهارات، وهنحط رشة ملح ورشة فلفل اهو. شوية ملح بقى بما ان هي مملحة، حلوين
وهنقلب، وبعدين هنحطهم على الدورة وهنبدأ نقلب الدورة. بصوا كده اهو، هنقلب التقليبة اللي حضراتكم شايفينها دي. عايزه اقول لكم الذره دي من الحاجات اللي بتقلل نسبه ضغط الدم وانسداد الاوعيه الدمويه، ومن تصلب الشرايين بتقي منها من الجلطات القلبيه. بصوا السكتات الدماغيه بتحمي من تسوس الاسنان. الذره دي ما بناكلها في شهر، مفيده للولاد قوي. وبعدين هبدا غنيه جدا عشان تبقوا عارفين بالحديد، فيها نسبه حديد حلوه ونسبه الفوليك اسيد او حمض الفوليك اسيد فيها حلو، كميته حلوه. بصوا ليها كمان دور حلو قوي للولاد اللي عندهم انيميا او فقر دم. ده اهو بعمل كده، هي كمان وجبه خفيفه وسهله الهضم، فمن الحاجات الجميله. وهوريكم بقى شكلها بعد ما بيطلع مخرجنا يستعرض هناك. عاملين الذره المقرمشه المتحمره باللون الروعه. ودلوقتي بقى اسمحونا نستقبل فقرتنا الطبية بعد الاستراحة وبعد المقرمشات الجميلة دي، وهستسمح حضراتكم في استراحة نرجع نستكمل باقي حلقتنا في انتظاركم.